فوت عم قلك ما فيش حاضر تشويش عم اهلك علي فوت عم قلك وطي صوتك معك دقيقتين تحكي مع مين بدك تحكي بدي احكي خيي هيدا ما بحكيش الا ما يكون بيني شيء على السريع دقيقتين معك الو اي خيي تانيوس لا منش بالمستشفى بالحبس هالمرة يا خي اختلفت انا وجاري ربيع عالزيتونة هالزيتونة تريت لي يا بي بتعرفها صار يقول لي هيلو هيلي جيب يقبعها هيلو هيلي هيلو شلت هالمنجل جيب جيت فجوع مخه فجوع مخه راح فيا صلاطة الزلمة راح صلاطة الزلمة يا حرام هالزيتونة كنت احط تحتها انا ونتفيب فيت انا وبي وقال لي اللي بتحديك ضربه اللي بتحد اوه حدا يتحديك كان يغني اوه كان يغني لي تحت يقعد يطلع بعيوني انا ونضرب ولا الزلمه شوف عيون بي شوف عيون بي عم يغني لي يا صيف العلقه عدا طايل يا هدر دم الاصايل ويلا اللي يتحدى ويلا اللي ناوي قاتل يابا ويلا اللي ناوي قاتل قطع يا سيف البوادي يا صيف العلقة عدا غادي ولا نرحل من وادي الوادي لولا هالخصر المايل يا صيف العلقة عدا طايل رحت الزيتوني أطاني هوس رحت الزيتوني ولك كلب وفطس همي أنا رحت الزيتوني رحت الزيتوني باي يا طانيوس باي شكرا الخط يلا بعمرك حد الشويش رحت الزيتونة كون ارتحت حضر رحت الزيتونة يا الزيتونة أنا اليوم بالنسبة لي رافائيل رائع يعني عادة ما بحكي ولا عن التمثيل ولا عن المشهد ولا عن الكونتوني ولا عن شيء بس عن جد كتير حبيت أول شيء التمثيل تاني شيء اللوجيك يلي فات فيها بالقصة والغنية وكيف غنى بس بدي أقول له برافو هذا كل شيء بدي أقول له إياه اليوم أكثر واحد أنعني هو رافائيل في شغلي بعد برافائيل بحب أنه بس يكون بالصف بيشرد أوقات بيشرد بيروح بغير دني وأوقات بشوفه عم بيدمع يعني في شغلي هيدي أنا بعد ما عم بقدر أفهمها عنده ليه عنده هالإحساس بغيب وبيدمع وبيقدر يعطي أكثر بكتير من يلي شفناه اليوم وفي شغلي بعد بدي أطلبها من رافائيل إنه ما يصرخ صوته كتير حلو رافائيل شو بحب الإنسان اللي عنده خيال شو بحب الإنسان اللي بيستعمل خياله بذكاء قديشه بفكر بطريقة سليمة بالدراما وبالفن هالكاركتير هيدا الرجال الغبي الأحمق اللي مش فرقاني معه فجل الزلمة بالمنجل وعم يبكي على الزيتونة بذات الوقت قديشه حساس ومشتاق لبيه كيف شفت عيون بيه بعيونه كيف صار يخبط بإجريه كأنه مثل ما كان وقت كان بيه يرقص هو إياه شو بدي أقول له برافو رافائيل شو بدي أقول له بجنن أنا للمرة ما بعرف قديش بقول إنه رافائيل أشطر تلميذ عندي بالصف مش من أشطر أشطر تلميذ عندي بالصف رافائيل كتير ذكي لدرجة إنه ما حسسنا ولا لحظة إنه هالغنية جاية هيك مسقطة لا هي لوجيك هو عم بيقتل الزلمة عم بفجه وعم بشوف بيو عم بغني الغنية وفات بحالة الأغنية وحالة الدبكة وبيو يعني عيشنا هو شخصيته وشخص بيو والزيتونة يلي كان يقعد بفياتها والزلمة يلي طبشه يعني فرجينا أربع شخصيات بدقيقة ونص وغنى حلو وبرافو لأنه صار معه شغلة إنه هول الشوارب كانوا زعجين وأول شيء جرب يستعملهم كأنه عنده تيك يعني كأنه عنده هيك خصلة إنه لما وقعوا ضل إنه ما نسيهن وضل فايت بالشخصية وبالدور رافائيل ما بيخلق مشهد بيخلق حالة نحنا
منفوت فيها وبس يظهر منلاقي حالنا هيك ظهرنا من الحالة. ومش أول مرة ومش أول إيفال، وعن جد بهني لأنه عم بيعرف يستخدم التمثيل بذكاء تيقوي حاله، وشفنا عم نشوف كيف عم بتقدم بالأكاديمي. برافو. أكيد مثل الكل حبيت كثير اللي عمله رافائيل، لأنه في إبداع وفي في 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 تفكير، في في ذكاء. بس اللي أنا بحب أقوله اليوم إنه بحب رافائيل يضحش بالبرايم مثل ما بيضحش بالإيفال. يعني حسيته بالبرايم كان خيفان هالمرة، عتلين هم متلبك، وظهر هالشي شوي بأدائه. بينما هون بيجي بيترك حاله بالتمثيل، بيترك حاله بالغنى، بيترك حاله بالأفكار، بفرجينا شيء كتير حلو. إن شاء الله يعرف هيدا اللي بيعمله هون يقدر ينقله على المسرح بالمناعتية، يبين كل الطاقات اللي عنده من دون خوف ومن دون تردد، لأنه فعلا عنده أشياء كتير حلوة لازم كل الناس يشوفوها.